دابا احتقرتني، عذبتني المرة الأولى وعذبتني المرة الثانية، مع أن المرة الثانية هي اللي طلعتني في اللايف ديالها. ما ماني تلاقيت معها، أنا كنت غير كنشوفها عما بعيد، مع أنني أنا كنت كنمشي للخميسات وكنت كتبان لي، ما ماني هضرت معها، ما ماني زعمت نهضر معها، ولكن ملي تعرفت في الانستغرام وتعرفت في اليوتيوب عجبتني بغيتها. هو كيقولوا الحب من أول نظرة، وأنا بغيت ندى حاسي، وما كانش شي قوة اللي غادي تحبسني. اجي هضري معايا، شوفيني كيفاش داير ديك الساعه، حكمي، ماشي تقولي مسطي بيا، انا ما مسطي ما بيا. الحياه ديال السوشيال ميديا ماشي هي الحياه ديال الواقع، شوفيني كيفاش كنتصرف في الواقع. غادي ديك الساعه انت غادي تحكمي. المهم كيقولوا بلي انه يعني نزار هو طيق بزاف في راسه، طبيعي الحال نزار طيق في راسه، كيقولوا داكشي اللي كاين. كون ما كنتش طيق في راسي راه ما غنقولش هاد الهضره هادي. وانا دابا كنتسنى غير الشكايه ديال ندى حاسي، الا كنتسنى تجيني باش نوضوها حنا كاع، ما عنديش مشكل. اشنو درت ليك؟ اشنو درت ليك؟ بغيتك، حبيتك، بغيت تكره عباد الله فيك، بغيت تدخلي واحد الحبس حقاش قال لك كنبغيك. ايوا سدي انت هذا الواتساب لا انا قلت لك الواتساب، سدي انت هذا الانستغرام وسدي هذا اليوتيوب، ما تبقيش معروف. وديك الساعه عندك الحق انك تدعيني، راه خطيبتي اللي دار معها 5 سنين دابا راه تفارقت انا وياها، وعمرني سميت. علاش؟ لانني انا قاري القانون وولد هذا الدومين ومعاشر مع ناس قارين القانون. المستوى الدراسي ديالك؟ انا البكالوريا دوز، المهم عندي دومين في القرايه الساعه ما ساهلش الله. وانا ما بغيتش نخدم حاليا، دابا انا يوتيوبر، عندي شي اشغال سريه اللي ما غاديش نقدر نقولها للناس، حياتي الخاصه ديالي ما كنبغيش نخرجها للسوشيال ميديا. انا بغيت الناس المستوري الله يبارك فيك، انا بغيت الناس يعرفوني بهذا الشكل هذا، ما بغيتهمش يعرفوني بواحد الشكل داخلي. انا بغيت نوضح الضجه اللي نوضت عليا بخصوص ندى حسي. صراحه هادشي كان مكتب ومقدر عند الله سبحانه وتعالى. في ديك الليله اللي درت فيها المباراه ديالي مع هشام الملولي، يعني باقي دازت غير يومين ماشي بزاف، بعد الضه صراحة ما جيت للدار، بغيت ندخل ارتاح بخصوص الضجة اللي نضت لي مع الملولي والمضاربة اللي درت انا والملولي. فاشنو مشات راه بنادم كيبدا يطقيني في الانستغرام، ايفوكي طاقيني، كندخل الطاق بحال هكذا حتى كنشوف اللايف ديال ندى حسي. تصدمت، كنسمع بنادم كيقولها طلعيني زار طلعيني زار طلعيني زار. طلعتني، ملي طلعتني ما لقيت ما نقول. ديك الساعه كنت لابس هذاك ديباردو، اكبر دليل غيبين لكم بانني ديك الليله كانت عندي المباراه ديال الملولي. فاشنو مشات راه شتا كتبتسم وكتضحك، عبرت لي هذاك الشيء اللي كنحس من جهتها، الحلم ديالي تحقق. عرفتي دعيك واش هي مطلعاني وغادي تدعيني؟ نكمل ليك، بقيت كنهضر وكنقول لها كنبغيك وبغيت نعيش انا وياك تحت سقف واحد وكنموت عليك وهادي ما هادي. قلت لي الله يعاون، صافي راه باغي الناس، انا اللي قطعت عليها بلاتي، بالعموم انا اللي نزلت ماشي اللي نزلتني، حتى انا كنت عيان اما راه باغي نطول معاها. مشيت للدار نعست، بعد ما فقت لقيت واحد الضجه هائله ناضت عليا، نزار سبيتي ندى حسي، نزار سبيتي ندى حسي، ويلي ويلي ويلي. خرجت هي جالسه كتقول باغي دير البوز على داري، منيت كان ندى حسي، انا باغي ندير البوز على دارك. واش عرفتي شكون نزار سبيتي؟ ياك من دوك البياضيق اللي باغيين يطلبوا، باغيين تاهما يركبوا على الموجه ديالي وباغيين يطلبوا الزواج منك انتيا. نزار السبيتي عندو اكثر من 500,000 ديال المتابعين اللي متابعينه، وانا راه سابقك في هذا الدومين اللي انت كاينه فيه دابا. باش نوضح لك هذه المساله هذه، ما عمرك ما تقولي نزار السبيتي باغي يدير لبوز على داري، لان السبيتي راه نزار السبيتي شخصيه عامه، الناس كيحاولوا يهضروا عليه باش يترزقوا من الفيديوهات، ماشي انت غتجي غتقولي لي دار البوز دار. ما هضره ما والو هادي. شنو هي الرساله اللي كتوجه ليها؟ بغيت نقول لك سببتي لي مشاكل بزاف، فهمتيني؟ ولكن انت اللي باغي ترفع بيا شكايه، لحقاش انت اللي طلعتيني في اللايف ديالك، فراه غتنوض واحد الضجه. بعد اولا غتخترق القانون، انت شخصيه عامه ومن حق اي واحد يهضر عليك. الدستور المغربي كيعطيني الحق نعطي بحال هاد الامور بلا ما نسبك بلا ما نعيرك، وانا ما كنعيرك ما كنسبك ما حتى شي حاجه. من حقي انا نبغيك، من حقي نموت عليك، نهار غادي تزوجي او نهار غتكوني في علاقه مع شي واحد ديك الساعه غادي نجمع وغادي نطوي، فهمتيني؟ اش بغيت نوضح ليك؟ فهمي مزيان، سيري قراي القانون. وداك المحامي اللي قلتي باغا تقولي لي اشنو كاين ديك الهضره اللي قلتي، وقيلا هو غادي يوريك.
ماشي غادي تدخلي للكوميسارية باغي ندعي نزار. علاش باغا تدعيه؟ طلب الزواج مني. سير خرج عليا الله يرحم لك بها الوالدين، سير خرج عليا. انا ما بغيتش هاد الاهانه هادي، حقاش كنبغيك وكنموت عليك ومن حقي نبغيك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.